نعم طبعا الأسباب متنوعة، ولكن تتلخص أولا أن يعني خلال ما قبل 2003 كانت هنالك حروب، وهذه الحروب استمرت بمعنى إيقاف الاقتصاد وتردي الاقتصاد، بمعنى أيضا بطالة، والذين كانوا في المعارك أو في ساحات المعارك أيضا رجعوا بلا عمل. أيضا ما بعد 2003 كان هنالك حكام ليست لديهم أي مشاريع خاصة بالتنمية ولا بالديمقراطية الحقيقية، فلذلك نجد أن التظاهرات التي حدثت في العراق هم خصوصا من 2011 وأيضا 2019 واستمرت، وهؤلاء الشباب قد ضحوا أكثر من 700 شهيد من 2019 إلى 2020. فلذلك كل هذا لم يجعل من الحكومة أن تعمل برنامج للتنمية، وهذا أدى إذا كان في كردستان أو في بغداد والوسط والجنوب أدى إلى انسداد آفاق المستقبل لدى الشباب من الجانب الاقتصادي ومن الجانب الاجتماعي وحتى الجانب الأمني، بمعنى أنه بعد 2003 كانت هنالك القاعدة وحروبها وداعش وحروبها وأيضا الميليشيات وما عملته من اختطاف وقتل وغير ذلك، ويعني حروب داخلية أدت لكن هناك إلى من يستغرب أستاذ محمد أن أعداد كبيرة من إقليم كردستان أيضا تهاجر، مع أنه إقليم كردستان مستقر نسبيا أكثر من المحافظات الأخرى أو المناطق الأخرى. صحيح، من الجانب الأمني من المؤكد أن هنالك استقرار جيد إلى حد جيد إلى حد كبير في كردستان من الزاوية الأمنية، ولكن أيضا من الزاوية الاقتصادية هنالك تردي وهنالك أيضا فساد مالي وفساد إداري، بحيث أن هنالك الأحزاب أيضا هي التي تهيمن على إدارة إقليم كردستان، مما أدى أيضا بشكل مشترك مع الشباب في بغداد وفي مناطق أخرى من العراق إلى انسداد المستقبل، الأفق المستقبلي للشباب من حيث المشاكل الاجتماعية، من حيث الزواج، من حيث العمل، من حيث إيجاد فرص حتى في القطاع الخاص، كلها كانت إلى حد ما منغلقة. إذن هذه أسباب رئيسية تدفع المواطن العراقي إلى الهجرة. نعم أستاذ محمد، اليوم عاد بالضبط ما يقرب يعني 430 مهاجر عالق في الحدود البيلاروسية البولندية إلى العراق، باعتقادك هل هناك من المهاجرين من يرفض العودة اليوم إلى العراق في ظل هذه الأوضاع المأساوية على الحدود البولندية؟ نعم، أنا أعتقد أن الكثير سوف لا يريد الرجع العودة الطوعية. السبب في ذلك هو اليأس الذي يصاحب نفسية الشباب، وعندما شاركنا في انتفاضة تشرين 2019-2020 هذه الحالات لمسناها لدى الشباب، فكانوا يعني يرمون أنفسهم أمام الآلة العسكرية الأمنية، فانسداد المستقبل يؤدي إلى عدم العودة، لأنه أيضا قد تكون يعني خلال فترة ما بعد الشتاء أيضا فرصة، وأيضا اليأس من الأفق المستقبلي من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والإداري في كردستان أو باقي مناطق العراق يؤدي إلى التشبث، وتعرف أن هنالك كانت في تركيا أيضا عندما يريدون أن يذهبوا إلى إلى اليونان أو إلى غيرها كان هنالك أيضا مخاطر عبر البحر، وإذن الشباب كثير من الأحيان أو حتى عوائل تحاول أن تهرب من الواقع المأساوي الموجود الذي لم يتبدل وقد لا يتبدل لفترة قصيرة في العراق، لأنه صراعات الآن على الكراسي أيضا متواصل، هذا كله يؤدي إلى انسداد نفسي
والتشبث في الحصول على لجوء في الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي. أشكرك جزيل الشكر من بغداد، محمد سلامي محامي وناشط في حقوق الإنسان، شكرا لك.